يردي يردي هاي علمي قوة يفتينا ذما هقاي مر نوا وداد في الكاكا قاد كاتاي واسدارور ايو شمس ايو اكتوا بري وقري اقبادوت قدال كويل سماتاي وانا قالت لقو حوك سدو لقو اذيقتاي وعين قجر نايم فصل قيل عاد في بداية سبق وقدره وترتيبه مرنا وأسبابها نفله كوينتقالاني مرنا وإليس حقا لقو أقعذاي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال. وعين قجرني فصل قيل عاد في بداية سبق وقدره وترتيبه وعشاء رحمه الله تعالى ولا بدوح حلقة مارمانا لطالب العلم علم يكيبري من المذاكرة مذاكرة وحوض أخرس والمناظرة مناظرة وضبارد والمطارحة يسكتورد وينبغي وحنا هبون أن يكون بالإنصاف إغتى إنصاف يقرصور وتأني وكاذن وتأمل وفيرسي ويتحرز وينسكيل يعني الشغبي شغب كيف ابني برايك عنت والغضب يعرض فإن المناظرة مناظرة يضود والمذاكرة هي مذاكرة حسيني وحود آخر اسكاسي مشاورة وواذا تشي والمشاورة لإنما تكون وحي نقطاون لإستخراج الصواب شيء صوابك لسو بحدي وذلك سينما يحصل وحكو حصلاون بالتأمل وفيرسي والتأني وكاذن والإنصاف يا إنصاف يا قرصور ولا يحصل بالغضب عرو والشغب يبلكعن كما حصلون فإن كان نيته هذه نيته سطعي إلزام الخصم كان خصم ياهي مرقى دوادا إياه إنه مرقى كل أزم يوحا وقهره إياه مرقى كقارب نقضه فلا تحلو المناظرة مناظرة هي دوادا يوحسر باردة سحلال نقون ميسو وإنما تحلو حلال نقطه لإظهار الحق حق موتين ديسا وتمويه ليه قلين إياه مرقى إن لبس يا خلدد لقو سبايو والحيلة هي حرديس فيها مناظرة لا تجوز مبنانا إلا إذا كان الخصم متعنتا من ماذا حدق وإنه يهيم لا طالبا للحق وحق أن طلبين الميان وعشاء يقول رحمه الله تعالى ولا بدوح على المرمان لطالب العلم علم يكيد من المذاكرة مذاكرة هو مفاعل إنه يمرك وحوض آخرسان دي اللب مركة أي وضع خرسان وذا مذاكريان والمناظرة إن الدواذية مركة بحثي أي سميان والمطارحة إيه يسكتورد متكود باكا كلامك هذا الكي سوتورو دي مسائل كي مركة لغا دوضو أي لغا مارمانا فينبغي وحنا حبون أن يكون إنو النقضو دي كان مركة مذاكرة أي مناظرة أي مطارحة أسيو وإن النقضة بالإنصاف إنصاف يقرصور وإلى نقطة مثل كل سنة والتأني تأني يو كاذن والتأمل يو فيرس وإلى نقطة هذيك المرقى دي إنصاف يتأني يتأمل المرقى اللقاته دي مرقى وحن أي نقول إسايو حق يوح ولا يسنك صبح مايو ويتعرز وإنو إسكايل عليام عن الشغب شغب وحل إلى هذا ومشاقب قف ومرقى هوش بدره نبتا بدره هدية قوارة شركة إياه بلايضة إياه فتنة كعية إياه مشاقب ليلة شقب كإياه مرقى بلك عينتا وإنه مرقى إسكيل لي والغضب يعرض محيّر فإن المناظرة مناظرة داس هي مرقى دودي داس لدودي داس والمذاكرة مذاكرة دا هي وحرصة يتحسو داس مشاورة ومشاورة إياه ولا تشي يعني حق يمرق علمي يفانقس لغوضة الشهر يوم والمشاورة إنما تكون لإستخراج الصواب شيء صوابك هي صدى حقها هي صدى
إن الله صباح أي مشاورة نوطاي وذلك مرقى صوابك لصبح حدي السنة إنما يحصل وحكو حصل يوكوري بالتأمل وفيرس والتأني وكاذي والإنصاف ولا يحصل ذلك قاسر كوي من مية بالغضب على وشغب إيا مرقى في الدنيا بلا يكر عنتين فإن كان نيته وقف كان مباحث كأمام يعني مناظر كهدين يدي ستاي من المباحثة إلزام الخصم خصم كانوا المرقى إنه قف كان مرقى دي كو أمسيو وعنو كو إلزاميو مرقى أقريسيو وقهروا يينو قصبو لا يحل ذلك المباحثة مطارحة داسي مبنانو مرقى دي وقت اللو بسيو وينو حبلها قادم أيو وإنما يحل ذلك كاسوحو على النقضاون لإظهار الحق مرقى حقا لقوم موتشير أيو يصوابك والتمويه من مركا تلبيس لسمايو وقفك مركا لغو دبرهو ووحي مركا خلد يبهد مركا حقه لغو سمايو والحيلة يحيال دايس مركا لسمايو لا تجوز فيها مناظرة كما بنانا إلا إذا كان الخصم متعنتا خصم مركا عينو يهيدا من متعنتا ودون يوم قفك انزل الذي سيمه الكدعيس لا طالبا للحق حقا مدان دون مركا kayn lagu daba rogo marka iyo in marka xeera loo sameeyaba ayadu mid banaan weeyo hadana imiga dee xiwaarka iyo dooda iyo marka aadabteeda iyo yaani kutuba ayaa marka laga qoray oo marka in loo noqdo ay tahay oo wanaagsan tahay wa kana wa muhammad ibn yahya shaqala ila wuxuu rahimahullah idaa tawajjaha alayhi ishkalu إشكالي يوحو فهمي وايمره كسو جهيسو ولم يحضره الجواب جوابته عليه كسو حاضرين يقول وحو لنجي ما ألزمته نيه وحنا لازم ساد ما شكينتي لازم الوامد لازم وارده من شيء الله وأنا فيه ناظر أنه إيقيا وفوق كل ذي علم مثل كسو علم وصاحبه كوركيل عليم مثل كسو علم بدن باحاضي وفائدة المطارحة مطارحة ذا فائدة ذا وحوهي وفائدة المطارحة والمناظرة أقوى ومدك حوك بدن من فائدة مجرد التكرار راع الشكليك وعلى الكلية أي ذاك فائدة بدن لأن فيها تكراري وزيادة بخصوغا فقد قيل وحل مطارحة ساعة ساعة مرقى ديادتك أقران دي أمدي وعقزاء اسكو توران أي خير كخير من تكرار الشهر بالمرقى وعلى الانتاد أدوى أتكليك وعلى الصوت راعته لكن إذا كان مع منصف مدقر صورة مركة أي مركة لشركة تايوي سليم طبيعتي وطبيعتي سمركة بالغبطه وإياك أذي وعديك لدي والمناظرة مع متعنت إلى المناظرية دون لك شو مد متعنته مركة مسكحة غير مستقيم طبيعي من دبعي جيسو التوصلين فإن طبيعة متصرية وهو يمد سامين إيسا والأخلاق وأخلاق ذنا متعدية المرقى مد قد بوي والمجاورة شاردة إياه لغدنا مؤثرة مد مرقى سامين يسوي وفي الشعر الذي ذكره الخليل من عفوائد كثيرة أي أكسوا وقد قيل وحليلي العلم من شرده لمن خدمه أن يجعل الناس كلهم خدمه العلم من شرده وحكم ذا لمن خدمه وعده وشقيسا أن يجعل الناس كلهم منه دمان دود كدقو خدموا خادمين يقوى وشقية إنه كي رأي علم يشرب ديسة كم ذا وعشاق لي وكان محمد بن يحيى أيوم الشيخي محمد بن يحيى حنفية ذا وكب ذا يحيى وكتب ذا المرقى تراجم ذا حنفية ذا مرقى الجوائر المضيية يوكره حق بدن او مغعاله ايي ديغان شيخنا مغعاه كليا ايون بو سو قاتاي و خا كلام راعينن marka ki waha nimanka mid kamida ilaahay ayun ba garanaya waxay muallaqiin da qaar kood ay ku sheegeen in leeyahay maxamed ibn yahya bin mahdi al-jurjani abu abdullah oo nin marka faqiha aha 398 dhintay ninkaasi inuu haamo ugu dhaw yahay ayay tilmaamayn نقرا الشيخ سوعة رحمه الله إذا توجه عليه الإشكال مركه مناظرة هي مطارحة وكتشره إشكال مركه كي ما دوم وحلا ويدية مثلا لو سأروريه مركه وإشكال كي ما دوم ولم يحضره الجواب وحي وكي جواب لهانا وكسو حاضره وايو دام ملك لو لمكع يشرينه مركه أفقه ومكه ينجره ملغون جبال يشرينه يقول وحا ورنجره
عدا مرقس ولمناذرون يي وحورنجر يقول له وحورنجر ما ألزمته وحناد لازم سيئات كانت هذه وكانت هذه سؤال شيء لازم المد لازم هو وارده ماشي كتروي وأنا فيها أقول إشكال قاعد يسأل ورزي ناظر وسويق وخصف في الصبية أقول وفوق كل ذي علم عليم مدك الصو علم وصاحب كرجينا مدك السي علم بدن أي هذا يصير دعاية القرآن كي بقى يحيدو وحولاي هي هذه وحال فهم ويدو دوينا سأو كجوابته لكن هذا مالك خلا ورك عضو يين هذا مركب بلك هلك عيسو مدنا ما بنا إنصاف قفقة منصف قاهرة وكساسو كلو حط ليه إيه حق دون كاهي وعلى شاق وفائدة المطارحة مطارحة هذا مرقى أي يسكو توريد داس فائدة دي دا والمناظرة أي مناظرة دا أي دود دا مرقى اللي هو دود دا أقوى أي دا أي كحوك بدن فائدة دو من مجرد تكرار راع شيكو على العلم مرقى كليا لأن في مطارحة دا وحاكو سوان يكان صوشغل المناظرة دا مذكور كوحاكو سوان تكرار انهرتو راع شيكو على عندي ويكو سوان دي وزيادة ديرادن وكو سوغن يهيو دي مناظرة دا يقفغا كريدو ديسان ايا وحيالا فرابدان وقرصونا و اذي كلغا حدد راعانيسان كو صبحين ايا كو صبحي وقيل وحلين بطارحة ساعة ساعة مرقا اسكتوري دي دي كلاريد الشديد خير وحيكا غير من تقرار الشهر بالمرخاص اذ مرقا اذو كلغا كو على صد راعيسو لكن قورما أي مطارحة هذا ستقرار كبشة كغير بانتي لكن إذا كانت ومرك المناظرة مع منصف قف إنساف يعد على ذو صاحبة سيدي محمد بن يحيى المستمرين سليم طبعي وطبيعة يسو مركة توصن ده هايون ندر عقل وعانا نحين وإياك هذه وحنيك لديك والمذاكرة إلى المذاكرة الله سويسو مع متعنت من مضى حدك ودون يوقف كأزلاء يميل كدعيسا إنه مركة موجيو غير مستقيم طبعي oo dabeecadi soo aray toosmayn wayna iska ilaalisaa maxay yaraa iska ilaalisaa fa inna tabi'a musriqa mina sariqa mid hada weeye waxay xadaysaa akhlaaqdi qof garay xadaysaayo tiiso kala duwan tala yeelanaysa hadhowadi labdaadi mutacannid uma marka noqonaysa inta muslimnadi ka kaxeeyo ayu madcanid siiso kala noqonaysa ama mutasarriya yaani mid siraya iyo saameyn keenaysa weeye way sareeyneysa wal akhlaaq wa akhlaaq dur mutaaddiya wa mid gudbiyo akhlaaq du qofga islay adigana way ku soo gudbaysa wal mujawara chaarida marka la chaare ee de muqaarin la noqdo ee isku dhodra mu'assira way raadeeyneysa iyo nigi qofgi ku dhawaaday yaani munaadara iyo mutaraxada uu la sameeyay haad ayay marka ku sameeyneysa وفي الشعر الذي ذكره الخليل بن أحمد وشعر كيان وقته العلم خدمة المستفيد فوائد كثيرة فايدين فربضا أياك سوين قيل وحد العلم من شرده علمي الشرده سوحك همذا لمن خدامه عدا خدمة يسمى وخدمة يسمى شرده لك لي وحوهي أن يجعل الناس ضدك إنه كيّلو كلهم لمن خدامه شقال إنه قرده marka wuxuu leeyahay shardiga cilmiga waxa kamida hadii aad marka adigu u khidmayso hadii aad marka deenabdaado dhan wada siiso hadii aad ku dadaasho deeyinu adigana hadhawto dadka oo dhan ay ku baahdaano yaani khadim iyo shaqaale dhamaantood ay ku wada noqdaan marka liman khadamahu khadamahu daa suwa fi'l maadi تندم ما خدمه هنا وحوي أيضو وجمع خادم وفعل اسمه ما يقري خدوا خادمين وغيره كوه هذا سجى سيد مرقى عدي ابن عباس بورها ذللت طالبا فعززت مطلوبا مرقى أن طالب كها ده ذل فربذا إياه نف فربذا إياه ندل قات مرقى ده علم أن يشينا دمد عزيز ابا نقود مركه عز يا شرف ايان كو هرى وينبغي وحابون لطالب العلم ان يكون نقود متاملا من في جميع الاحوال ولا قاتبا في دقائق العلم علم دقائق دي سي مسائل دي سقرسون ويعتاد ذلك كاو كعاده دغتو فانما يدرك الدقائق
دقائق ده وحا لغو حليلا بتأملي وفيرسي أيها لغو حليلا. ولهذا ساد ردد باقيلة وحا ليلي تأملوا فيرسو تدرك وادهليلي. ولا بدوح لغا مرمانا من التأملي وفيرسي قبل الكلام هذا الكورتين هذا فيرسطو حتى يقول الصواب سيو صواب النقض. فإن الكلام كسامي هذا القول لم يهل لها بوكره فلا بدوح لغا مرمانا من تقويمه إلا توسيو بالتأملي وفيرسي لغو جوجيو قبل الرمي انت نتقلن أما قبل الكلام انت نتحدن حتى يكون صوابا إلا وده صواب النقض. ومن مركا ماشي لو قلت رجع لمن أقول أو حتى نسيء النقض. وعوشا يقول لا يهين وينبغي لطالب العلم قفي طالب العلم هاوها وهابون أن يكون إنه نقض متأملا منذ في الصلاة في جميع الأوقات أوقات دمانت في دقائق العلوم علوم مسائل دقائق لها هاقرصون وإنه مركا أوقات صعودا تأملي وفيرس وكسرية ويعتاد ذلك كان وكعاد الكتاب. فإنما يدرك الدقائق بالتأمل دقائق ذا وحن مركا لغو قارا يولا وحن إلى تأمل يو فيرس مسرك الصوك هو عدق هدي آد مركا كهري ويدو تأمل يو فيرس مركا آد كسا ويسو مركا دمبي واد قاريسا. ولهذا ساد البقيل وحن يتأمل تدرك تأمل وفيرس تدرك واد قاري دون تاي وفيرس وعي مرقا كايشغال قلي أما دقائق دي علمي واد قاري ساشكرات دادو فيرستي. ولا بدوح اللغة مارمان أبو الشيخ من التأمل وفيرس قبل الكلام هذا الكاكور هذا دون سينا واحتلالين وفيرستو حتى يكون صوابا سي هذا الغاء وصواب النقضو وإن وفيرستا مرقهوري. فإن الكلام هذا اللي كسامي وحو لميدي هلا بوكره فلا بدوح على من تقويم هذا الكين التوسيسو هذا الكين التوسيا يا لغة مرمانة محل قد توسير يا بيت تأمل وفيرسي قبل الكلام انت هذا القور حتى يكون سوى النقض مصيبا من أصيبا ما يشي الله قد تلقري مقصود كي إنه النقض مركا عادي عاد مركا دي عاد محادرة جامعة درس جيدين ايسو وهين عاد مركا دي عاد اسكي سود برهدا هذا الكتاب آخر رئيسه وين الصوت يا رسا هذه أحد محاضرة شهدين هذا الخطبة شهدين رئيسه وين الصوت يا رسا وهذا هذا اللي كيمركا أذكر صوت برهدا سو شهدة دي أذكره حيد دي أذكر أذو قادو وحي أدون يسمركا هنا أذكر صعدة ما تقول ده السنة أذكر توسيسو هذه خلاص مركا إسكاك عيسون دي ملك ده عيسى يا بدر يا أما مركا دي هذا المركا إسكو هذا نحشره فائدة دي لدوني على جاري أيو نقول إياه مركا كور وين جبت واسال لابك أكره أيوه لابك دليل على توسيو مود لقدي قال ما جرى مركا مود لقدي قال ما دوا ترى لقو جرى أيوه هل كيلو قو ترى جرى يجرى هذه سيسوى قال له عمرك عاد جندو ده ميله هنقول عيا هذا القول واسال سو خلاه ميل جاري ما أيوه هذه أنا سكوت بريدين وأنا ده حاجاتين ورد واسال لابك أكره ولما ده واحد لقيا با إنا هذا ده مركا ارتجالي ومسكلك عضو إن المركا ملك رقل فطو وحن الله إلى هذا جراحات السنان لهالتي آمن ولا يلتام ما جرح اللصام وحن الله إلى وح أفله سيدا دي أما سيف أما من دي أما هدي هلك اللي قلية هدي علوش اللي قلية ويسو تبع دايو إلا هدي ودعضو يعني ولا سو قدب ياور ولا سو توليا ولا بحلي ويسي بكسريسة ولا يلتام ما جرح اللصام لكن عربوح دعو عيب بكسدو ربوحو داوعي ما بكسدو قفقا هداد هذا الملك داعكو تلا هدو هداد مركا هذا لاتكو كعيصو وهو وليجي بكسن ماي وليجي وحلقا وشيفا ايو نقون ايه ساد الادد بادد كي قواياقا ها ايو مدى شباعودين جري ايو مدى مركا ساو علاشين جري ان بادن او كمده وحي كل انتينو لقود دلي هذا لي لهدين هداد بادنو اسلايي وقاتنا وحلايي لمدى بقرين لأنه إلى يومنا هذا أيين وحينا قرن كهر هذا الأمر كأما قبائل لقو يري أما أشخاص لقو يري أما عيد كلال لقو يري وداوع وين كوا إلى ما يومنا هذا الحيو أيين وحينا سيد الهدد بأمرك هدبتي سيد الكل يجب أن لقف كراعي تايب. وقال في أصول الفقه وحكوين هذا أصل كبير كاسوا أصل وهو أن يكون كلام الفقه المناظر بالتأمل وإنه نقض هذا الكافر
مناظرة سوينية تأمل يوم فرس بيت كل سنة. وقيل واحد رأس العقل عقل يمدح يسو أن يكون الكلام وين نقض هذا لكم بتثبت يعني أكادين وتأمل وفرس. قال القائل شعرا كيمرك يريبا يريقوي أسيك في نظم الكلام بخمسة إن كنت للموسي الشفيق مطيعة لا تقبل أن صواب الكلام ووقته والكيف والكم والمكان جميعا. وعريوسيك أني أوان خدر دارني في نظم الكلام هذا النظم يتحيبا بخمسة شنك قدر دارميا وإن كنت هداتي للموسي كندر دارميا الشفيق يكون حريصاً يكوتريا مطيعاً هداتي مذا تعوي لا تقبل أن هموغان وهموغان صواب الكلام هذا السبب تيسى هموغان ووقت ووقت تيسى حلقيسى هموغان هموغان والكيف قاب خاضور هموغان والخم انت لكيسين هو هموغان والمكان جميعا إيا ما شاء أدمرك أقل إذا انت صدن هإلاوين. وعو شيخ الله رحمه الله تعالى وقال في أصول الفقه وحكيري كتاب نومو شيئين حين لقانا كتاب قاره أصول الفقه وكل عشرين ما قررينه مركا وقال وقيل في أصول الفقه وما يمرها قال إنتي واحد اللي لو كتبت أصول الفقه كهذا الشعب معنى اللقوي لي هذا أصل كبير أما دامد قارا يومر كايسا قوتش لكن ذا كي ما قرن كرر هذا كاسي أصل كبير وأسل وين وهو يسون حي أن يكون كلام الفقيه قبل الفقيه هذا الكي يسون نقضه المناظر المناظرة ذا يضوض السبينية بتأمل وفيرس بوحو كفير صدي أو مرهك باران دقي أو توسيي وين مركان نقضه. قيل واحد رأس العقل عقل رأس جيس عقل ماذا عيس وحوية أن يكون الكلام بتثبت إن هذا الكاذن يد جنان يكفير سين نقضه وتأمل إيه وفيرسي. قال قائل مديري أي أمرك شعرا قبل يوحو كيري أصيك وحنك قدر دار ما في نظم الكلام هذا النظم يتحي وحنك وشي قبل جيسا بخمسة شن إن كنت هو هداتي للموسيقى كندر دارمي الشفيق أولي بكون عريسري شفقاتي أن عريسي تريدك وهي مطيعا هديئة تهي من أطيعي أويري هداتي لا تغفل أن هالمامن أو هالمامن مركز هذا يسو سبب الكرام هذا الكلام سبب تليه إن هذا شمحة سببا وإن سببت حسنة مركز هذا يسو ووقت ووقت قرأت هذا ليس هذا الكن وين ذقته صارت أرض هذا الكن كقول ليس كقول سي وين ذقته سأدى وحمرك خسيا صارت أدو هذا شو وقت قرأت هذا ليس وين ذقته يعني وقت ذقول سو كذا يكون جيسر ينبتشره وقت أنا يكون جيسر ينبتشره هذا أدمرك دائما مثلا ايضا افريقيا المغرب لا افريقيا هذا ترى ور هذا عيد كل جسد ميسو هذه الظهر ايضا مركا لا بخي دي ارد وحير او كوبر انت لا بايس كريا ارد اورنين دي عيد كل جسد ميسو وين الوقت يا هذا ليسنا وين لا صوتا اورن موغان والكيف قاب كادو هذا ليرا وين اد كو ترغشا والكم انت لكن سينيسو وين اد كو ترغشا والمكان ماشي تكلس الجميع عن انت صدام با وإن أرد موغانين مركز هذا ليسو عند هذا ليسو وإن أتقرى ليسا وحا يعني وحيالها رنتي للي أبو مركز وحكم ذي اللصون نقلية مسائل رنتي نم وذا ذا مركز قولات وحبا قرانين أيو مركز حديث وآخر يوحو يلي لستبعون السلام من كان قبلكم وإذا راعدوا أن كوين كوري ودوين كودي شبرا بشبر وذراعا بذا حتى لو دخلوا حجر الضب لدخلتموه هذا يقول مركا أفريان دي اللي قرانا وإذا كدب قلي مركا سولو أخرجه ابن ماجه ساسو كلويلي مركا سيدك وضع فرحين ها وإذا قيليين حكوا غير سيد الحمد لله مردو ابن ماجه كسو ساري ولا قدكي وقدكي قدكي مركا دو ابن ماجه كسو ساري يعني ما هو
هذا اللي ما يفهمين بحديث جمع على واحد وريه ما يهز من الجواب وري أي لا واحد يفهمين قلت كي مرقى على قد ما قال يوحى كسو صاري إنك من الجواب رخ كسو صاري يعني واحد ويا مصلح يع أفكار وكره الله يضد كان أي أب أنا يفهمي نبى يعني مرقى واحد يفهمي كريان وين مرقى الله شجاد عند الله يستلم ديده وين أتكون ترقى الشاب وينبغي وحابون أن يكون إنه نقد مستفيدا متفيد في جميع الأحوال والله وقاتي يا واختيال قرن من جميع الأشخاص أشخاص يغدد ما أنت وينك فايديسا قال الرسول صلى الله عليه وسلم وعيلي الحكمة وعيمة إضالة المؤمن مؤمن كان مركع باديدي سوي أينما وجدها مال عليارية ماشي وكهرنا أخذها وكقادرية وقيل وحالي خذ قاضو ما صفا وحي مركع صافية قادو ودع واحد كتكتا ما كدر وحي مركع دوقا أمليه سنة إسكيتك عيالين وحشيق الله رحمه الله تعالى وينبغي وححبون لطالب العلم قفقي طالب العلم هاي علم الدون كاها وححبون أن يكون مستفيدا إنه النقض مدفع إديسا في جميع الأوقات أوقات يحل يذا دمانتود والأحوال يحل ذا دمانتود وإنه مركا دي من وحفا إديسا النقضة ولما دواكي مركا إنغوص شاكي حل قد اللي يرى النمضة يبلو قد مركا إنه يقفي عنده وحبر الشدو أوقات مركا حل يذي بين المغرب يعشاية وقت يصحور تيو أيوم مركين أوصوا شجهرين أوصوا كلا شج من جميع الأشخاص أشخاص يدد من دون وينك وزعد اللي يري عدي وعقب يصير وينك وعدي سام استجون أجن إنه وين يحي إنه يري هاي لب يدد يمد كوي هاي مد مركان ما صب سرا يصير ويا مد مركان وسيين ويا يعني الشخص كسوء وعقب يدي سر يوم وينك وعدي سام وأنا مركان ده قفز كبرين يا أما هبل كاسد وحكم هديسن ما أذو مركا الشيخ هبل بعد ما عند مركا هبل كتاب وآخرين يعرف ليسن دونتا أما مهبل بعد مركا وحكم قادن دونتا أما هو كاير يعني علم فر بدن بعد مركا أرضي دودي دب وحكم قادة طيب وعدا ده علم جا مركا ده حكا شيء علم جود مركا علم جنافع أي هي مركا كبر كي يتكبر كمركا أنو كشرين كوا مركا غرور كي يتكبر كي سليا بدو كشرين وأكو أديان عدنا مركا وحبك في هذه السنة هنا أيوه مركا استلف قديم مركا في من جميع الأشخاص أشخاص دمانتد وينو كبا يساوي ده وحيان مركا الوهواء يهلو بدع يهلو الضرارات هين يعني وينو كبا يساوي منهج كان مركا ده صح ده يا منهج كي مركا صحابة يا تابعين يا تابع وتابعين ده يا مركا سلف وصالح قدو توصنيد مركا وينو كده يساوي ده بلايك الصعيدة وحكو ده بروك يساوي لقد قيسنا يوم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحكمة شيء حكمة هي علمه ضالة المؤمن قفق المؤمن كابا هذه دي سوية أينما وجدها ملك سكر أخذ أبوك قادا لأنه بعد هذا ملك اللي يلي ماشا ذو تهدي لك وشي وقد نواتك قادا ريسا قفق العلم هذه حكمة هو بهذه سوية عدة اللي يلي عدو كيرا يوك قادا ريا حديث كان واحد لقوا تلمامي حديث منكرين ويهي واحد صو ساري الترمذي ابن ماجه أيه وريي أبو هريرة لقوا وريي مركا إمام الترمذي يقول هذا حديث غريب لا نعرف إلا من هذا الوجه أيو جري نين مركا آذي لحد الوضع فيه بالمطروق لقوا تلمامي أي مركا سنة حديث يقول سبانو حديث كان منكر أيه لقوا تلمامي وقيل واحد ليخذ هذا ما صفا وحي مركا صافي النقضي قادة إياه اللي ودع إسكاقتك ما كدر وحي ما كدر وحي مركا علو النقضي أما الليس أما وسقنا يعني كان مركا إسكاقتك وحي صافي أنا مركا قادة وحي فراب النايا أدمق الشيء وسمعت الشيخ وحن مغلي الإمام الأستاذ فخر الدين الكاشاني شيخ رحمه الله يقول إسكاقولي كان جارية وحي إلى أدون لأبي يوسف سرات أمانة عند محمد محمد بن حسن الشيباني أي أمانة هان وشقينيسي فقال لها محمد وحكيلي هل تحفظين ما كحفظ صدق وما كايسا من أبي يوسف الفقه شيئا
أبي يوسف فقيسي وحمكها يسا هذا وايد يرو شاري هذا أنا قل له هينو يسقي شقيين يسي أي مرقة يشيخ مرقة مدوسة شقيسي أي مرقة قصون نقطة أبي يوسف محمد بن حسن مرقة قصون نقطة مرقة أبي يوسف قصون نقطة كانت جارية لأبي يوسف أمانة عند محمد أي يا حين فقال لها محمد باوي يقول إن أنت يرو شقيين يسي أبي يوسف مرقة صورها هل تعبدين من أبي يوسف الفقه شيئا؟ أبي يوسف وحمك هيسا قال بحية الله ميا إلا أنه كان يكرر مركا أنو صوق قالو هدي أمي عندو قام واحد قالو كينا يسو وحو أرنجري وكو على وحو راعنجري وأرنجري كو على أنجري ويقول أرنجري سهم الدوري ساقط سهم الدوري ساقط سهم غائي قريقا مركا دوركو دورك إيسك دموريك وكوي منايا ساقط مد مركا دعوي فحفظ ذلك منها هؤلاء ذي يرد بمركا كعب ذي أرنتي وكانت تلك المسألة مسألة ذا سهم دوري ساقطنا يحل ريسانا مشكلة على محمد رحمه الله مسألة مركا إشكال له كتاقا محمد حسن بيحي فارتفع إشكاله بهذه الكلمة إشكال كيسي مقديك كتريبا كلمة دائرة يوشكت أيوكا كورنقض فعلم وحوك ذي أن الاستفادة كفائديسك ممكنة إلى إطايم لك فائديسك الله سبحانه وتعالى من كل أحد قفك السمركة إن لك فائديسك كرو أي مركة وقادئين إطايم أمد سورة قرى الشيخ مركة هذا اللي كان لك ورين إيا مسألة هذا اللبدة هذا حلين تهذا وقت يغيينا قد عاي مركة إن شاء الله تعالى درس كينا الدنب أي نكو قادونا والله أعلم فلو قد دقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع والهك عنه أنيق روض ولا خدر بربربه كلفتا ولا ألهك عنه أنيق روض ولا خدر بربربه كلفتا فقوت الروح أرواح المعاني وليس بأن طعمت وأن شربت فواظبه وخذ بالجد فيه فإن أعطاكه الله أخذت وإن أتيت فيه طويل باع وقال الناس إنك قد سبقت فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست.